اروي الحديث ولازم أهله فهم النجون نصا صريحا للرسول نمي سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني كسو دحجي الرأي باب كيو باب يستيل الإمام البخاري رحمه الله باب دعوة الوالدين لما دا والد بريدو دا إياه هبار كودو أن سيدا أفرادو اللي إياهاي وقفكي حتى يدعي إياه نبت كودينا وحطر إياه هدي هباراننا ونبيو حديث كي هرين الصواع رقناي حديث أبي هريرة ثلاث دعوات مستجابات عكوحة شيئي حديث كان سلا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله المقليو يقول له ما تكلمكم أحد مولود من لدلي ومن الناس دتك كمد في مهد ربكم أحد إلا عيسى بن مريم عيسى إلى مريم عليه السلام نبت قد يكرك سهاء هاتم يعني يا صاحب جريج جريج نيكي لأورجري كي لصاحب كأها قيل وحل يا نبي الله نبي الله وما صاحب جريج عيسى بن مريم قرنا صاحب جريج محوية هي كي جريج لصاحب كأها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن جريجا من جريج لا إله كان وحوها جريج رجلا نبوها راهبا عباده قعي في صومعة أمل يرى ودستي وله يسمع سجناتي مت كل عبادة يستع وعبادة أقربها وكان وحوى راعي بقر مد لغراء يأوي مد هيدا إلى أسفل صومعته ما شاير ودستي صومعة ليرادو هوست لا يوه يجرين كا راعي بقر كا وحويان حولها أما الله ذا راعي جرين وكانت واحدة امرأة هويلي أما قبل ومن أهل القرية تولد ودقنا إهل كذا كم ذهيد تختلف مد وحوية كل نقطة إلى الراعي كوحوية لغضة لتوغا أي أتبت جرتي وكسو النقطة جرتي فأتت أمه هو يذيب عطب أتمد جريج يوما مال فقالت واحدة يا جريج يدعو نواقي سوية ليسا أي واحد ترى يا جريج جريج وهو والحال هو جريجنا يصلي وهي ميت كنية سوى صلاة كتيرة أي أنا واقري فقال وحول جريج في نفسه سوى نفتي سل شورية وهو يصلي سوى أوت كنية أي وحول أمي وصلاتي أي استجيب لأمي ما هو يدبان أجيبا أو يرمد يدبان صلاة أنت كبح وتجا مساء صلاة أيضا سيوتا فرآه وحو أركي أو يسكو قنعي أن يؤثر إنه الدور بدا صلاته سلاديس أو سلاديس يسكو سيوتا ثم صرخت هو يدي ويدواغذي به إساقي ويدواغذي الثانية مر لبعض فقال وحو في نفسه وحو سكير أمي وصلاتي ما هو يليبان أتقايو أتشيبا مسا صلاة أيضا سيوتا فرآه وحو أركي أو يسكو قنعي أن يؤثر إنه الدور بدو هرمري صلاته سلادي سوسك سيوته ثم صرخت وين واغذي به سقعون واغذي الثالثة مركي صدحات فقال وحور أمي وصلاتي مهو يذيبان تشيبا مثل صلاة إذن سيوته فرآه وحواركي أن يؤثر صلاته سلادي سينو هرمري الدور بدو فلما لم يجبها قوتي وآن أتشيب يعني مركي وأتشيب وايي أو يديدا يدواقيدا أجيب وايي قالت وحيتر لا أماتك الله ألك مدلو يا جريج جريجو
حتى تنظر إلا أتك إكتو كأركتو في وجه المومسات دومر كحنحنة جركو ذا كجنع صدا إلا أتك أركتان ثم صرفت ويسكتكتين فأوتي الملك بقر كيتو لدى هيستي أيا وحلو كيني بتلك المرأة قبضي يهويني دينك أن لؤدة لتوغة أتكتك جرتي يكون نقنق جرتي قبضا صي الله كيني وولدت المدسي المحارانة دسي وانحلال كدل فقال بقر كيوحو كوري قبضي من يا كادل المهن قالت وحيتري من جريش يدا كبين أبو رنيسا نكا جريش ليلة دي عابدك أيا يقدلي قال بقر كيوحيري أصاحب الصومعة استغل الله يابا ما نكا ميسا يركو عبادي سانا يدو تشيدا قالت وحيتري نعم هوا استغوي قال اهدموا دمية صومعته قلقا يركو عبادي سانا يكدمية واتوني به إن كان فضربوا وحي بربريانو قراع صومعته قريقي يماش يرده ودستاي وكعب هذه السنة بالفوس فاشيك قراعين وكد الدميين حتى وقعت إلا أي دعضي وأي كدنتي فجعلوا وحيالا يده كعنتيسا إلى عنقه وحويا دونتا بحبل حرق بيسبحلان يعني قعمها يا وحويا قرط أي يسكحلين ويسوق فالين ثم انطلق به ويصعدين ويلا صعدين فمر به وحل الصومري على المومسات دمر كحلحون يشرك وذكا قنع صدا فرآهن وأركي دمركي فتبسم وود العدي وهن والحالهن يقول ينظرن أيهن قال إيجي إليه حقيس إيجي في الناس الدد كدحدي سنة وكسو غيهاي أما إيكد إيجيان فقال الملك بقر كبا مركي الله كان يحويري ما تزعم هذه كبداني وحي شيئا نيسا ومحي قال وحوري ما تزعم ومحي شيئا نيسا قال وحوري تزعم وحي شيئا نيسا أن ولدها المهاير أي سيدتا منك حقا غيرك هذا يوضب عبد الشيء قال وحوري انتو قبدي كتشيستي جريش أنت تزعمين ما أدري أسد الشيخ أنا إلمها كادري قالت وحيت لي نعمها قال وحول أين هذا الصغير إلمها يري أدلي هذا حيو أدري قد سيمي قالوا وحيل هذا هو إلمها يري ذاك وي في حجرها وكاي دفتك هيصو فأقبل عليه جريج إلمه يرى بصو قابلي فقال وحول سوى إلمه يرى الله الله من أبوك أبها وكما قال إلمه يراوح راعي البقر أبها يوانيك اللؤد الراعة قال الملك بقر كيبا مركي أرقو عداري أيو أركين جريج بريهي أيوحول أن نجعل مكيلا صومعتك قرقي راعي لقى الدنيات كعبا يسنجفتين مكاقيلا من ذهب سوى الذهب مكونسنا قال وحول لا قال وحول بقر من فضة هذا ما فضة ما كاقدقنا قال وحول لا قال وحول بقر فما نجعلها هذا ما محانو كاقدقنا قال وحول جري هدوها قرقيق كعليا كما كانت سيدي هيت صوم عضين سيدي وحبا عيدي سنة وحق روح بلاني كيقي وندي بيقودسا قال وحول بقر فأما إدتك لسعود الكويل علي جريج فما الذي تبسمت مركي لغو سووني اي قعانتا اي قورتا ليسوكو كاحرين اي اهل كالا مري محاد لقص شيء لدو الله عديسي قال وحوري امرا ارهنبان لقص لي عرفته انقرتي ادركتني وحي حليسي دعوة امي هباركي هو يدي ثم اخبرهم انتا كبعدوا وغورمي حديث كاني دير أبو هريرة وحوريه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة نبنا بين الشيخين عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه وحسوا صار البخاري يا مسلم حديث كان وحوة المامية نفى بن إسرائيل كم يدو جريج لورين تري
oo caabid ahaa oo sawmacad yar dhistay. sawmacadda waxaa la yidhaahdaa iyo biyaca iyo waa meelaha ay kirishtaanku ku cibaadaystaan, sida inaguba aynu masaajidada ugu cibaadaysanno iyo musallayaasha iyo meelaha la midka. marka ninkaas wuxuu nin caabid oo meel iskaga tukado, guri isku xidhay oo meel yaroo dhoobaha intuu dhistay, halkaa ilaahay ku caabuda meel u dhow, waxa isaguna u soo hoyan jiray nin waxa weeye lo' raaca oo raacil baqaraaba u soo hoyan jiray. waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mida ayaa isagoo salaad sunnaa ku jira ayaa hooyadii u dhawaaqday. dhawaaqii ayuu dhawaaqday ayuu daadnaa, wuxuu ku taraduday ama uu isweydiiyey, ma hooyaad ajiibtaayo u tagtaa mise salaadaadaad iska wadataa? salaadiisii buu iska waday, saddex jeer bay u dhawaaqday. markii uu ajiibi waaye uu maqli waayey ayay habaartay. waxay ku habaartay inaanu ninkaa Jurayj la yidhaahda dhiman ilaa ilaahay ku ibtileeyo in wejigiisu uu arko dumarkaa xunxun. ma aha bimacnaa inuu ku dhaco xumaan iyo zina uu ku dhaco, kumay habaarin, laakiin wejigiisa iyo wejigoodu inay isku dhacaan. waayo ninkani wuxuu ahaa nin caabida oo sawmacaddiisa yar aan kaba bixinba, oo dad xunxun iyo macaasi iyo waxba aan aragba ayuu ahaa. marka waxay ku habaartay inay dumarkaa xunxun in wejigiisa iyo wejigooda isku dhacaan. ducaadii habaarka ay habaartay ayaa ku dhacday, ayaa ku dhacay Jurayj. kadibna gabad iyaduna reer banu Israa'iil ahayd baa ninkaa lo'da la jooge halkaa u dhow sawmacadiisa degan ayay ku soo noqnoqon jirtay. xumaan bay isku samayn jireen, uur bay sidii ku yeelatay, ilmay dhashay. kadibna ilmihii baa loo keenay iyadoo dembigan iyo kiiskan lagu wadaa waxaa loo keenay boqorkii meesha haystay. kadibna waxaa la yidhi yaa kaa dhalay ilmaha yar? waxay ku masabiday ninkaa caabidka ee Jurayj la yidhaahdo, kaasaa iga dhalay bay tiri. kadibna ninkii baa la yidhi hala soo qabto meeshiisayna hala soo dumiyo. oo boqorka wuxuu isku qanciyey ninkan inaanu caabid ahayne nin inuu yahay daalim ah oo cibaadada iyo isku qarinaya hoostana ka khariban, sidaas uu fahmay. deedna wuxuu yidhi meeshana ka soo dumiya isagoo xidhanna ii keena aad soo xidheen. sidii baa loo keenay. markii la keenay ayuu intii u dhexda soo socday ayuu dumarkaa muumisaadkae xun ee ka shaqaysta jirkooda ee zunaadda ah kuwaas ayuu arkay intii uu waddada soo hayay. deedna wuu qoslay, wuxuu xusuustay markaa habaarkii hooyadii habaartay inuu ku dhacay oo haleelay, oo shaygii ay ku habaartay ayaa ku dhacay, oo ah indhihiisa iyo dumarkaa xun inay isku dhacaan. boqorkii baa loo geeyey, boqorkii u weydiiyey waxaanad samaysay waa maxay buu yidhi. maxaan sameeyey? waxaa iyo waxaasaa la yidhi. oo yaa idinku yidhi? gabadhan. gabadhii buu la hadlay ku yidhi mana kaa dhalay? haa bay tidhi. intuu iskaga bayray buu ilmihii yaraa iyo dhabta ku hayso ayuu la hadlay oo yidhi sheeg cidda aabbaha uu yahay. ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadliyey oo fashiliyey. xadiiskan markaa Bukhaari wuxuu u keenay habaarka waalidku inuu kacayo oo habaarka waalidku habaaro in, sidaa daraaddeed in qofku iska ilaaliyo habaarka waalidkii ducadiisana uu kasbado, habaarkiisana uu ka dheeraado. xadiiska faa'iido badan baa ku jirta runtii. taa uu u keenay aan ahayn waxaa ka mid ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay in dad saddex gaadhaya ay dharabta ku hadleen iyagoo bimacnaa ilma yar oo dharabta lagu hayo oo aan qaanga aan bimacnaa gaadhin xilli ilma hadlo inay ku hadleen. nusuus fara badan baana ku soo aroortay, way fara badan yihiin. ciisa bni maryam baa ka mida, ninka ilmaha yaree Jurayj lagu ibtileeyey baa ka mida, ninka ilma yaroo kale oo hooyadii dhabtiisa isagoo ku jira isaguna hadlay baa jiray. waxa weeye markaa la cadadku uu badan yahay. waxaanay ku tusaysaa udee waxaan asbaabtan ilaahay baa subxaanahu watacaala khaliqiga leh. khawaariq alcaadaatna waa shay alle subxaanahu watacaala uu samayn karayo, oo waxa weeye waxaan dadku aanay aqoonin in laga hadliyo xoolaa laga hadliyey, dhir baa laga hadliyey, ubada aan gaadhin xilli la hadla ayaa laga hadliyey. marka waxaan odhan waa mulkigii ilaahayo, ilaahay subxaanahu watacaala sida uu doono
ayuu yeelaa. waxaa ka mid a runtii fawaa'idda xadiiskan ku jirta qofku inuu waxa weeyaan haddii fitna ku dhacdo inuu istareemo. jureyj markiiba markii uu dumarkii arkay wuxuu ilaaway meesha laga wuxuu gartay meesha laga soo raacay inay tahay habaarkii hooyadii. waxaa kaloo ku jirta waalidku ducadiisu sida ay u adag tahay oo waxa weeye hadday ku habaaraan iyo hadday kuu duceeyaan in ay dhici karayso. waxaa kaloo iyadana ku jirta faa'iidada fiqigu uu leeyahay, waayo jureyj haddii uu faqiihi caabid buu ahaa laakiin aqoon diinta umuu lahayn. hadduu aqoon u lahaan lahaa salaadda wuu jari lahaa oo hooyadii buu ajiibi lahaa. oo haddii adigoo sunno ku jira ama shay sunno ahayo waalidkaa uu kuu yeedho waa inaad dhigtaa. haddaad salaad ku jirta waa inaad salaadda ka baxdaa. haddii sunno soonaadoo soomanuu ku yidhaahdo jebi waa inaad jebisaa, waayo waxaa iska hor yimid waajib iyo sunne, hadday iska hor yimaadaanna waajibkaa la hormarinayaa. marka jureyj fiqi uma lahayn diinta alle, caabid buu ahaa, sidaa daraaddeed ayuu sunnihii hormariyey kadibna uu dhibtaasi ku dhacay. waxaa kaloo runtii ka mid a fawaa'idda laga qaadanayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkuu ku kalsoonaado. jureyj nebina ma ahayn, loomana waxyoon, mana ogeyn ilmaha yar inuu hadli doono, ilmaha yar inuu hadli doono ma ogeyn. sidaa daraaddeed thiqo uu ilaahay ku qabo in ilaahay beri yeeli doono oo waxaa lagu masabiday ilaahay subxaana wa tacala ka kor qaadi doono, thiqo uu ilaahay ku qabay buu sidaa u sameeyey. ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma hoojiyo qofka ku kalsoonaada ee thiqo ku qaba. marka fawaa'id faraha badan ayaa xadiiskani runtii uu tilmaamayaa iyo fawaa'id kale oo ku jirta. ثم قال رحمه الله تعالى باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. وحباب يهي عرض الإسلام إسلام كإن لو بندقو على الأم هو يدي النصرانية كريستان كاهيد يعني هو يدي كريستان كاهيد أما قال ذاهيد إن إسلام كإن لو بندقو وقفكو كد دالو إن السبب كن نغضين إسلام طب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة وحلقه ولي قال يولي ما سمع بي إمام أقول أنيقى أحد قف يهودي قفك كبدنا يهودي ما مقلو ولا نصراني نصرانينا ما مقلو إلا أحبني ويشعل هذا سببت وحوي إن أمي هو يلي كنت وحانها أريدها مثل الدونة على الإسلام إسلام مثل الدونة وقل رأيانها فتابا ويديدي جرتي فقلت لها وحان كوري فأبت فقلت لها أي بمعنى إسلام كي بأمس وضبط وكوع العلي فأبت ويديدي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قانويمي فقلت وحاني رسولك الله ادعو الله ألا بري لها هو يدي أبري إلي لها إسو إسلامي وإسلام كي قصو فدعا والنبي وأدعي فأتيتها وأن أمد بويل ما علم المها كمذا وقد والحال قد ضبهان أجافت أي حرتي عليها الباب الباب كي يسكح لي وقول كي هوستا كحرتي أي أن أمد فقالت وحيت لي يا أبا هريرة أبو هريرة إني أنا أسلمت وأن إسلامي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال أشيغي فقلت وحن كوري نبي قال رسولك يا الله أدعو الله الله بري لي أنا الله بري ولأمي يهو يضي فقال أحوري رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله الله عبدك أدون كاغ أبو هريرة يا وأمه هو يدي أحبهما شعليسي إلى الناس دتك طاب كان وحو سو قاطي بخاري رحمه الله تعالى انو عديو ان إيه والدك هدي والدك او قال يحي اما با او حماني معاصي كو جيرو ان لغو ددالو او دينتا لو بندغو او سبب لوغو نوقدا هنوكا وحسو اروري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره وحو يري قفي مقلا ما جيرو اما يهودي هنوقد اما كريستيان هنوقد الا هو يجعلادا sababtuna waxa weeye maalin maalmaha ka mid a buu hooyaday waxaan ahaa mid islaamka la jecel oo ugu yeedha oo way diidaa. riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroray maalin maalmaha ka mid a ayaan kala hadloo ku yidhay rasuulka rumee, dabadeedna waxay maqashiisay hadal aad iyo aad u karaahiyaystay oo islaamka iyo rasuulka ay ku waxa weeye wax kaga sheegayso. anigoo marka aad u murugaysan ayaan nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam, deedna waxaan ku yihi rasuulkii allow hooyaday u duceeyeen ilaahay islaamiyo oo islaamka ay soo gasho. nebigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam, kadibna waan soo noqday
markaan gurigii soo gaadhay baan arkay iyadoo guriga albaabkii hoosta ka xidhatay. markaasi halkaa igalaaso ugu tiri sub waan maydhanayaayo islaamkan galay. Abu Hurayra aad iyo aad buu farxay, rasuulkii buu ku cararay mar labaad ku noqday oo wuxuu ku yihi, rasuulkii allow, hooyaday way islaamtay. Marka rasuulka allow noo duceey aniga iyo hooyaday. Rasuulku markaa wuxuu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam, ilaahow addoonkaaga Abu Hurayra iyo hooyadii dadka jeclaysii, yaani dadku ay jeclaadaan. Waa meesha uu ka leeyahay Abu Hurayra, maa samica bii axadun yahuudiyin walaa nasraan ilaa axabanii. Yacnii ducada nebigu waa sidaa u duceeyo way dhacaysaa, qof kastoo ay maqlaa ma jiro ilaa uu jeclaada. Qof kharriban mooyaane, qof kharriban oo qalbigiisu xanuunsanaya mooyaane, Abu Hurayra wuu jeclaadaa. Marka wuxuu soo arooriyey Bukhaari qisadaa kale, inta kale waa qisee, wuxuu soo arooriyey in loo bandhigo islaamka hooyada ama waalidku haddii uu gaal ama kristaan yahay. Nacam, inoo hadii marka xadiiskan Abu Hurayra wariyaya, Abu Hurayra in badan baynu soo tilmaamnay, waxaa soo saaray Muslim raximahu allahu tacaala fi saxiixihi. Fawaa'idda xadiiskan uu leeyahay waxaa ka mid ah qofku inuu ka sheekayn karo wanaageeda iyo fadliga uu leeyahay, laakiin shardi waxa uu ah inuu aamin ka yahay inuu naftiisa mahadiyo ama uu kibir iyo isla weynaan uu ka qaado. Marka uu ka sheekayn karayaa fadligiisa wax ka mid ah, sida Abu Hurayraba uu halkan uga waramay waxa weeyaan fadligiisa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay iyo ducada uu duceeyey. Waxaa kaloo ka mid a fawaa'idda in qofku qofku isleeyahay waxa weeye uu kaa khayr badan yahay ama waa qof wanaagsan, inuu ka dalbi karaya inuu u duceeyo. Oo Abu Hurayra radi allahu tacaala canhu nabiga markii uu yimid calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, aniga hooyaday noo ducee, labada jeer uu yimid nabigu ma odhan adiguba ilaahay bari. Marka dacfuliimaanna tusimayso, dacfulyaqiinna ma tusayso, qofku waxa weeyaan qof isleeyahay kaa khayr badan yahay uu odhan karaya iyo duceey. Waxaa kaloo ka mid a fawaa'idda xadiiska laga qaadan karayo fadliga Abi Hurayra radi allahu tacaala canhu iyo hooyadii ay leeyihiin. Waxaa kaloo ka mid a in lagu dadaalo labada waalid gaar ay waxa weeya in diinta loo bandhigo oo waxa weeye khayrka iyo wanaagga sabab loogu noqdo. Waxaa kaloo ka mid a in lagu dadaalo ama lagu sabro dhibka kaaga imanaya dadka markaa diinta u sheegayso, in lagu sabro. Waxaa kaloo ka mid a waalidka in loo duceeyo lagana ducaysto.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. وحب بها إن بدأ وارد سوفلك الله الصمين أيه مركع دينتان كذب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة وحلق أوري قال إنه ترفع والكرية للميت كي دينتي بعد موته مركي ودينتيك بعد درجته درجتي سا أيه بوسك ودقية هي أيه كرلو قاعدة. فيقول حورني أي ربي ربك يوم أي شيء هذه درجة كرلة قاضي يماموسك ليماموسا عصبي محوية هي. فيقال وحل ورني ولدك المهاجي استغفر لك أي كودا بداف ويدي ألا. حديث كان أبي هريرة ورينا يعني بابا صوارة قناية وحصو صاري أبو ابن ماجة أي صو صاري. حديث كان وحوة المامية باب كان عقيدي بخاري لماذا والد سما فالك اي كوغلوين ادويدا سو غرامي حداد نولوشا كاغا دنبايساي كا دينتان سما فالكي ميو غايا مايا ما غايو سيابا فربدان باد سما فالوغو سمين كارتا سيابا واخا كميدا ان اد ودعيسو ان اد دنبي دافا لو ويديسو. ماركا نبي عليه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان حديث مرفوع هانا ولو وريي او سوغاي اسلو مرفوعا لكن هذا اللي كان أبو هريرة عليه. مركا وحديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قفكي بنتي أي استغوا قبرك كتيرا أما مركا لصوص عرقي عمها أي درجتي سي كرلو قاضية وماشي وسلاوات متيستي أي كرلو قاضية درجة سرى اللي قيلية تبدأ مكا سؤال لو يديني يونا يا إله يو درجة يماشي اللي قارسي محاكم متيستي. وحلو قلت وابيا المهاجي ايا الهي الدم بداف كو يجي كو سود عييت بضع. مركا ولدك افعال بك ولد ان سيدا يعني لفظك شرعك اللغوك اينا وتاقين سيئة وحوهي ولد هو بمعنى مولود اما ذكر هالنقضة اما اللبع النقضة اما ددك هالنقضة المكس نوحا ولد بلايا هذا جمعنا واولاد. مركا ولد كاغي اياك وسو دعيه الى اي دم داف كو ويديه حبلي انما كو دونا بها نقدين. مركا دعاده ادو دعينيسو سمفل بيوتاي ادو سمفلايسو مركي والد كا كادنتي. مركا حديثك وها كو سغن ان اسكو بوفينيو لمده والد سمفل لو سمايه مركي دينتان كبعد وجود اي قاببك سمفل كو لوو سمينيا اي كميتا ان الى اي دم داف لو ويديو لو ندعيه. وحكره كميدا ورمتي آدي آد إمكا إنو أنفعي سوقفك والد أنفعي سيو درجة أو قارو عدو كوري أولادي سوى يقصوا دعيان إن أولاد الله تربية دايو على الطاعة إن إلهي سبحانه وتعالى إن يكون حرمان ودين تا يكون حرمان ودين تا يبرتان إن التاكد داشو إن تدعو إذا تشوفتو وأيو ديكي آدم دين برين وحادك بيوك صوح وصوصته مركا دي متاك كبعدي إنوك صوح وصوصته أيها بعدك با مركا خير كيه وناقوح وكتيرا الماء اغا انت ادنو شاينا الطاعة علي ايو إلهي ايو كو حرمان ايو شرعة علينا ايو برتان ايو إلا تاكو لدداشو علمه انقرق اللقوة شي علمه وحوية للي ايو مستقبل كيه وكشقين ايا مستقبل كاغو امرك قدك لو دي او حيات لا كل ميسو مركا كا waxaa kuugu gargaaraya ilmihi aad tarbiyadeysay ee aad diin iyo khayr ku tarbiyadeysay kasa ku soo duceynaya marka aad dhimato. Marka taa waxaa ku jirtaa in awlaadi lagu la dadaalo ee in diinta iyo khayrka la baro. An Muhammad ibn Sirin waxa laga wariyay taabiiciga qaal inuu yiri kunna waxaanu hayn qaar ku sugan inda bi hurayrata صحابي أبي هريرة اتصال كسرنا ليلة هبين فقالت نوح إلى اللهم يا الله الله يغفر داف لأبي هريرة أبي هريرة ودم بداف ولأمي يهو يضيب الله ودم بداف يا ولمن مد له ودم بداف استغفر لهما أبو هريرة يهو يدي إلهي دم بداف ويدي. قال محمد محمد بن السيرين باوحيري فنحن أنه أدان التابعين تنهي نستغفر والد بداف دلبينا لهما أبو هريرة يهو يدي حتى ندخل إلا سعى نوق الله
وأن أغمد نقرنا في دعوة أبي هريرة أبي هريرة دعوة ديسي وبريدي ساهم كد عيستي سيان وصوق الله أثر كان أبي هريرة سيدنا محمد بن سيرين تلمام أيه أبي هريرة ود عيستي وعكد عيستي إلهين ودن بدافو هو يدين أين إلهين ودن بدافو يعد كستو أبو هريرة هو يدي ودن بدافو ديسا الله إن يقرا إلهي ودم بدافو تابعي با وليه ما دام صحابي وحويان إن خير بديه ألنا إن وقبه يهي وحليه محمد بن سيرين سيان دعاء أبو هريرة إن رجعين يا إلهي وكاقبل سيان وصوغلو أيان أبو هريرة هو يدي إلهي ودم بدافو يديا ما كوحل رجعين يا قف كستا وابو هريرة هو يدي ودن بدافو يدي على إن استغنى إلهي ودن بدافو أيا للرجينة وحاثر كان قصرا أبو هريرة سيدو هو يدي وقصة مفاري تري أي إلهي هو يدي سن تري إن إلهي هو يدي ودن بدافو يو ولبا سيو وحيرو ضد بضانو هو يدي إلهي ودن بدافو يدي وإلهي هو يدي استي قف كستو هو يدي أبي هريرة ودن بدافو يدي على إيغانا إلهي دم بقولين وضعفو ما كواحي كتسيس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيدو هو يدي وقصة مفالي تري وقد عين تري وصواب وقلنا قولين ضدك لنا أي وحوية ودعيان هو يدي سيدة تابعيقا محمد بن سيرين بوليه يهي أبي هريرة هو يدي بان إلهي دم بدافو يدي سيانو صوت لكوا أبي هريرة إلهي دم بدافو يدي. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة وحل قوليين ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قيال قال وحولي إذا مات قورته بنتو العبد أدونك انقطع وحق عنه حق سوحك عمله عمل كي يكسبك وشقيسن إيبا إلا من ثلاث صدح مويان صدقة صدقت مويان جارية ضريرة صوصعتا أو علم أما علم ينتفع به لقو انتفاع أو ولد أما علم صالح ونفسا أو يدعو له أسود عيني. حديث كان باب كان أيسود قد قال يا أه إن والدك الله صمى فالأمر كي بنتين كبعدي وهو عدين يا نبي عليه الصلاة والسلام قفك مركا قيل وتمادع ولنتو عمل كيسي وقعية وهي التكليف كيبا قعية وقفك مركا ولنتو وحبا لقدوه إمايو صلاةنا لقدوه إمايو زكاةنا لقدوه إمايو وقعية تكليف كدوية خاص فيها سيد رادد ما دام عمل كيسي وقعي أجر كيدا كذا لله عماشا سينا اسنو الله قعي إلا صدح مركا لقره يا بمو يعني صدح ما أصو عنايا شغو وحويا قبرك كتيرا صدح ما هداد إيكتو وحا كذا حيا صدح دوبا وشقو سين شقا يستيع الدنيا انتو نولا شقا انتو الدنيا نولا سميدا مقل أكون كان لعقي يقول تايا أكون كان لعقو صغانايا marka waa akoon la ku sii shubtay ajaro oo u shaqeynayo u soconaya weeyaan saddexaas maxay kala yihiin sadaqad uu la baxay intii uu adduunada joogay waliba sadaqad jaari ah oo sadaqadu daa waa laba mid jaari oo soconayso waxa weeyaa de muddo soconaysa iyo mid marka go'aysa oo qofka miskiinka marka maanta wax siisay aad quudiso waa sadaqo aad ku sadaqadaysatay لكن الصدقات عسي هل كاسي دو كويك تايا مسي سعريسو مساجد كان ينضع كدر ساتانا وصدق لكن دو صدقات شو بيسو مساجد كان انت اللي قلتو كان ايو وصدقك وصعطا او قافتك لا لمدا مركز صدقات عسعون ايسا اي جاريق اه اي نو حوية مقو ايسو ايسو قبرق كتيرا اي اجر كيدو هل كاو قلتك ايا كصدح هذا نكالا بعد ناب وعلم لغو انتفاعي علم قف تدبري علم همودنا قف وحويا أقوم فربضا له دبليتنا كتب ألفاي وعجل ذلك الضوبي كاكل يا معها انت ما انت آدم قصي إن القف كانوا قد بسو إسنا وبرتو وعلم ينتفع به حدود دا كسي بطو انت الأقوية رتو أقوان تعطيفا في سو أما قر الإمام البخاري رحمه الله كتاب كاو يؤلفي وإنك ما تأخذين اللبية طبان قرني
wax ka badan baa uu sii mootay ama wax ku dhow 12 qarni ayuu sii mootay raximahullah. 12 qarni kadib innagaa maanta kitaabkii uu akhriyey, kitaabkii inoo qoray wa innagaa akhriyeyna, marka waa cilmun yuntafacu bihi. Ama midaad cajalad ku duubtay ha noqdo, ama midaad afka uga sheegtay oo lagaa qaatay ha noqdeen, kuu doonaba ha noqdee cilmi aad dad bartay iyana waa sadaqo kuu socota, waa camal kuu socda. qodobka saddexaad waa ka uu keenay halkan, aw waladin saalixin yadcuu lahu, walad iyo ilmo rag iyo hablo iyo inama kuu doonaba ha noqdo wanaagsan toosan oo u soo duceeya, kaasina waa camal u socda. oo waalidkaa markaad u ducaynayso maxay ku kallifaysaa? ilaahayow labadaydii waalid, ilaahuu naxariisto, ilaahuu dembi dhaaf. hadalkaa yare aad waxa weeye ilbiriqsiyada odhanayso qabrigu ugu tegayaayo waxbuu u taraya. marka xadiisku sidaasuu sheegay, xadiiska abu hurayra wariyey muslimna wuu soo saaray, fawaa'id badan baana ku jirta xadiiskan. fawaa'idda waxaa ka mid a saddexdan laynoo sheegay in lagu dadaalo, oo qofku inta uu nool yahay hadduu saddexdaaba wax ku darsan karo, iyo hadduu laba ku darsan karo, iyo hadduu mid ku darsan karo, inaanu saddexdaa ka qadin, oo ama uu sadaqad la baxo jaariya, oo weliba awqaaftu qiimaha ay leedahay waxa weeye inteenna halkaa fadhidaa way adag tahay nin masaajidkan dhisi karaya lacagta ku baxday dee maba haysanaba ragga halkan fadhiya, laakiin ninka hal doolar ku darsadaa waa sadaqatin jaariya, waa qiimaha sadaqadu ay leedahay. oo haddii la odhan lahaa masaajidka qofka wada dhiso unba ajarka qaadanaya ama ugu lacagta badan, dee waxaa weeye dad badani ajarka waxba kama heleen, laakiin waxaad ku darsato waxay xabad leban ha noqoto, hal doolar ha noqoto, waa shay kuu jooga. haddaad cilmi barato sii bartaana isna waxa weeyaan waa shay kuu jira. calaa kulli xaal, qodobadaas oo waxa weeye mid waliba uu muhim yahay inaad saddexdaba ku dadaasho, ama aad laba ku dadaasho, ama aadan mid hoos uga dhicin, oo ilmaha ilaahay ku siiyey inaad tarbiyadayso si maalinta haddii aad ka horayso uu kuugu soo duceeyo. waxaa kaloo laga qaadanayaa faa'iidada uu leeyahay guurku in la guursado iyo in awlaadda la badiyo, in guurka la badiyo iyo in awlaadda lagu dadaalo, awlaadda dee ma heli karaysid oo khasab laguma helo, laakiin asbaabta in la badsado. asbaabtana waxaa ka mid a dee in la guursado. marka guurkani faa'iidada adduunye marka laga yimaado dee faa'iido aakhirana waad ka helaysaa ubadkaa ilaahay kaa siiyo, inkastaba ha leekaadee dee kollayba qaar kuu soo duceeyo ku xusuustaad ka helaysaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuu inagu dhiiriyey inaynu guurka badinno, oo waxa weeye ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu badsanno. waxaa ka mid oo laga fahmayaa xadiiskan in lagu dadaalo marka la guursanayo dumar wanaagsan oo ciyaalka kula tarbiyadaysa oo quman oo diinta ku taagan inaad ku dadaasho inaad guursato. haddaad waxa weeye mid khariban aad guursato, dee waxba kuu tarbiyadayn mayso, oo waxa weeye waxay tarbiyadaynaysaa qaar iska daana wax ku taraan mooye laga yaabo inay ku dhibaanba. waxaa kaloo ka mid a in lagu dadaalo waalidka in qofku uu xusuusto, khaasatan marka uu kula joogo waalidkuu nool yahay, waxaa laga yaabaa dee aad xusuusato waalidkaayoo jooga inaastaa odaygii bal maanta ka wardoon, bal odaygii maanta wax u qabo, bal islaantii maanta ka wardoon, laakiin hadduu kaa dhinto waxaa laga yaabaa inaad iskaba ilowdaba. sidaa daraaddeed qofku inaanu ilaawin waalidkii oo uu duceeyo. marka uu dhinto siyaabo aad ku anfici karayso. ibnu cabaas baa wariyey, waa cabdullahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib, waa nebiga calayhi salaatu wasalaam inadeerkii saxaabi aqoon badan oo cilmi badan buu ah, horena waynu soo sheegnay
حديثك واحد وريه بخاري رحمه الله في صحيحه بكوريه سيدو هالكبه وكوريه حديثك نوعة المامة يا إن النبي قوي من عليه الصلاة والسلام كذبنا ويروه ويغي ويضمتي مني دردار من روايات قار كدوحة كوي من هو يغي سيدك دقي ويضمتي إذو آن دردار من وآن أوران حولايق وحا انت عليك هل صدق دي وحا ويمتدك الله صدق دي إذو سيدا أوران أيه دمتي إبا أنفعي إنا صدق دو بحيا نبي قوي عليه الصلاة والسلام ها وأنفعي إيه وحويان أبحي ما تعليسك أن أحوة المامية فوائد دا كجرتا وعاكم إذا الصحابة سيقول دلالي ترين خيرك إيو وكيدي سكال الدوان سيدا وحويان يقول دلالي ترين مروا البنى النبي عليه الصلاة والسلام يقصوا النقونيين وعاكم إذا فوائد دا حديثك أن كجرتا إنا يبنى أنت هاي اللي بدو واري إن صدقات الله أبحي مركين انتين كبعد صدقات وحويان وعيد وانتبه النقطة مساجد مهدسة عين الله قضى مساكين لقوضية نوعيد وانتبه النقضان إلينا كم التهاي وناقية إيا سنفلك والدك الله سمين إيا حقوق دي سيو لبودان إيا مركي دينتيك بعد إلهي سبحانه وتعالى وحوه دي سنين وخيرون إينا وافتي دمان والدين تينا إلهي هون حريستو إلهي والدين تينا هون حريستو إلهي والدين تينا هون حريستو إنا غناهينا وافتي سنفلك ودا السلام عليكم ورحمة الله.